صباح الخير مشاهدينا، اليوم الخميس 26 تموز 2012، حلقة جديدة من برنامج الحدث بتطلع عليكم مباشرة من قناة الجديد في بيروت. جملة من الملفات سنبحث اليوم على طاولة الحوار مع ضيفي الصحفي والكاتب السياسي استاذ واصف عواض. برحب فيك استاذ واصف في هذه الحلقة. صباح الخير، شكرا. هناك الكثير من الملفات بحاجة للوقوف عندها والتدقيق في تفاصيل منها ما شهدناه بالأمس في لبنان، هذه التحركات على الأرض. الإدارة بالأمس كانت كلها على الأرض، كل الوزارات والإدارات الرسمية، إضافة إلى الأساتذة. هذا الواقع الذي يغرق به أو تغرق به الساحة اللبنانية، وتحديدا الملف المتعلق بإضراب الأساتذة وتأخير النتائج الرسمية، ماذا يحصل اليوم في لبنان؟ هل من إمكانية للدولة أن تنفذ كل مطالب العمال؟ أيضا في هذا الإطار هناك ملف المياومين الذي لا يزال مفتوحا ومشرعا على السياسة والخلاف السياسي، وكما هو معلوم اليوم في تظاهر أيضا في محيط كهرباء لبنان للتيار الوطني الحر ردا على تحرك المياومين. أيضا وأيضا في الداخل اللبناني موضوع الحوار وإشارة رئيس الجمهورية بالأمس إلى معاودته الاتصالات لعودة أو اجتماع طاولة الحوار في 16 أب المقبل. هل ستنجح هذه المحاولة أم دفن الحوار يوم أجل في المرحلة السابقة؟ إضافة إلى الملف الحدودي، ملف حدود لبنان وسوريا، هذه الرسائل المتبادلة بالأمس، رسائل دبلوماسية والرسائل العسكرية بمنطقة القاع. كان هناك يعني وصول لقذائف من الجانب السوري ليل أمس طوال الليل، إضافة إلى تحليق مروحي. على كل حال سنكون في نقل مباشر من القاع، زميلتي غادي فرانسيس على ما أظن أصبحت في منطقة القاع لتوافينا بتفاصيل على الأرض، وستبحث في السياسة إضافة إلى الملف السوري. برحب فيك استاذ واصف في هذه الحلقة، واسمح لي قبل بداية تفصيل كل هذه النقاط الأساسية وضعنا تصور لألا أن ننتقل والمشاهدين إلى زميلتي كاترين حنا التي توافينا بموجز لآخر وأهم التطورات على أن يبدأ حوارنا بعد ذلك. أهلا بكم. دعا المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك إلى اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة لبحث الأوضاع في المؤسسة والمنح الخطر الذي بدأت تأخذه الأمور على المستوى الأمني مع استمرار اعتصام المياومين. ورفضا لاحتلال مؤسسة كهرباء لبنان، دعا التيار الوطني الحر إلى اعتصام في 7 مساء في ساحة ساسين بالأشرفية، تليه مسيرة إلى مارم خايل. وقال قيادي في التيار للنهار إن المسيرة سلمية، سيحمل المشاركون فيها مصابيح كهربائية في رسالة حضارية تعبيرا عن رفضهم الأمر الواقع القائم على تعطيل المؤسسات والمرافق الرسمية وترهل الخدمة العامة. يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عصر اليوم إلى لندن للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي يشارك فيها 10 رياضيين من لبنان. حمل رئيس الجمهورية ميشيل سليمان جميع الأفرقاء مسؤولية أي تخلف عن المساهمة الجادة في تلافي الأزمات. كلام سليمان جاء خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامه في قصر بعبدة لمناسبة شهر رمضان. وفي كلمته شدد سليمان على مواصلة البحث في سبيل تنفيذ كامل بنود الطائف والالتزام بكل مدرجات إعلان بعبدة والإسراع في مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد وإقراره، مؤكدا أنه لا يتم التقدم والإصلاح في بلد كلبنان إلا بالحوار والتوافق. من هذا المنطلق سأعاود اتصالاتي وجهودي اعتبارا من هذا المساء لضمان استئناف أعمال هيئة الحوار الوطني في 16 من آب المقبل، محملاً جميع الأفرقاء مسؤولية أي تخلف عن المساهمة الجادة في تسديل العقبات وتلافي الأزمات وتبديد المخاوف من خلال سلوكيات الحوار وقواعده وأدابه. تواصلت الاشتباكات اليوم في بعض أحياء مدينة حلب وحي مخيم اليرموك في دمشق بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكانت قناة الجزيرة أعلنت أن الملحق الأمني في السفارة السورية في سلطنة عمان محمد تحسين الفقير انشق عن النظام. ومن نيويورك أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت ساري أن الوضع في سوريا يؤثر على المنطقة بشكل متزايد. وأوضح ساري خلال جلسة
لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط أن تأثيرات الأزمة السورية على لبنان هي أكبر من أي مكان آخر، وإذ تحدث عن تواصل انتهاكات الجيش السوري للحدود اللبنانية أشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين بلغ 30,000 لاجئ، إضافة إلى 18,000 عبروا إلى لبنان الأسبوع الماضي في غضون يومين. في قضية هي الأولى من نوعها في السعودية، تنظر محكمة الخبر الشهر المقبل في تعميد فتاة سعودية على أيدي شخصين، أحدهما مواطن سعودي والآخر مقيم من الجنسية اللبنانية. وأشار مصدر قضائي إلى أن الجهات المختصة ألقت القبض عليهما وأودعتهما السجن بعدما تقدم والد الفتاة بدعوى قضائية ضدهما بتهمة تعميد ابنته البالغة من العمر 28 عاما واعتناقها ديانة المسيحية وتهريبها من المملكة عن طريق البحرين ومن ثم لبنان. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا، فاصل وعودة بعده إلى مالك. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث، وضيفي الصحفي والكاتب السياسي استاذ واصف عواض. برحب فيك استاذ واصف. شكرا. مجددا في هذه الحلقة. البداية من التحركات على الأرض، اليوم خرجت صحيفة السفير بعنوان سابقة في تاريخ الدولة الإدارة في الشارع. نعم. اليوم لماذا نزلت الإدارة إلى الشارع؟ باختصار شديد، ما يحدث هو نتيجة تراكمات طويلة لعقود من الزمن، نتيجة إهمال الحكومات المتعاقبة للإدارة اللبنانية. لكي نعرف حجم المشكلة علينا أن نعرف حجم الفراغ في الإدارة اللبنانية، والذي جاوز بحسب التقديرات 75%. صحيح. 75% من الإدارة اللبنانية ملكاتها فارغة. تم تعبئتها بواسطة متعاملين مياومين متعاقدين أو بالوكالة، وهول بنعرف كيف بيدخلوا على الإدارة اللبنانية نتيجة تضبيطات سياسية. الحكومات المتعاقبة والمسؤولون طوال 3 عقود أو 4 عقود من الزمن استمرأوا هذه المسألة، بدل ما تروح أنت على مجلس الخدمة وكفاءتك هي اللي تاخدك تعمل امتحان، تخضع لامتحان. إذن وصلنا إلى الحد الذي لم يطاق، لم يعد يحتمل، وكان من الطبيعي أن تنزل هذه الشرائح إلى الشارع. بقدر لخص لك المشكلة بكلام سمعته مبارح من خلال تقرير تلفزيوني، يمكن الجديد أو المنار، لسيدة طلعت على التلفزيون وقالت أنا رئيس الدائرة. شو رئيس الدائرة يعني؟ يعني فئة ثالثة، يعني الثالث منصب في الدولة اللبنانية، معاشها 1,300,000 ليرة. نحن بنعرف شو يعني 1,300,000 ليرة، يعني لا تصل يمكن إلى حدود 800 دولار أو 850 دولار. طب هذا مبلغ كيف ممكن تعيش فيه عائلة وسيدي رئيس الدائرة؟ طيب نحن بنعرف كمان أنه في معلمين مدارس لهم يعني سنوات طويلة لا يصل معاشهم إلى 1,000,000 ليرة، وفي ناس ما بيقبضوا 675,000 هو الحد الأدنى. طيب هذا هو الوضع، يعني بكل صراحة تراكم إهمال سياسات يعني فاشلي طوال هذه العقود. هذا ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالأمس. نعم. في خلال موقفه في بداية جلسة مجلس الوزراء، قال ما يحصل اليوم هو نتيجة تراكمات ل 14 سنة سابقة. نعم. ولكن هل بمقدور هذه الحكومة بكبسة زر أنه تحل هذه التراكمات؟ في حكومة يجب أن تحل هذه التراكمات، وأنا أتمنى من كل قلبي أن تكون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. بس يعني بالنهاية بس يقول الرئيس ميقاتي أنه كبسة زر ما بيمشي الحال، هيدي أمور مادية. دائما كل حكومة عم تقول هالكلام وبتردد وبتأجل بتأجل وتتراكم المشكلة. إذن في مطرح بدنا نوصل له بصير مناخيرنا على الحيط مثل ما بقولوا. هلأ نحن تقريبا قربنا من الحائط، نضرب راسنا بالحائط، ما بتكسر الحائط، راسنا اللي بتكسر. في حكومة بدها تيجي وتقول هيدا الوضع بده علاج، ويعني يدفع هذا الثمن.
يدفع هذا الثمن. أنا مثل ما عم أقول لك بتمنى أنه تكون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وليكافئ الرئيس ميقاتي وليقبض الثمن. حينما بدأت هذه الحكومة دراسة موضوع سلسلة الرتب والرواتب، لم تكن إشارة إلى أن هذه الحكومة قد بدأت العمل في موضوع في هذا الموضوع في حلحلة هذا الموضوع؟ صحيح، معمول لا. وأنا أتمنى أنه هذه الحكومة اللي عولنا عليها كثير أن تتمكن من الوصول إلى مش تسوية، إلى حل جذري. لماذا تصعيد إذا كان فعلا في إشارات من الحكومة؟ لأنه الموضوع يتأجل من أسبوع إلى أسبوع إلى أسبوع. يشعر يمكن في تصريح اليوم لنقيب المعلمين وبقول إنه الرئيس ميقاتي نعم وعدنا بس بهذا الإطار. ولكنه الآن يعني ما حصل شيء يعني لأول مرة في تاريخ الدولة اللبنانية بيصير على الهامش بين القطاع الخاص والقطاع العام. بتعرف صار في 6 أشهر أقرت الأجور للقطاع الخاص من 6 أشهر. صحيح. إلى بالعادة الدولة بنفس الشهر تأخذ القرار حتى ما يصير في فوارق. تأجلت الأزمة كثير. بس أقرت الزودة اليوم بالمقارنة يعني حينما زاد القطاع الخاص لموظفينه كانت أكبر زودة قد إيه ممكن تكون؟ اليوم حينما 200 ألف اليوم حينما تتحدث وزارة الاقتصاد عن أرقام مطلوبة في سلسلة الرتب والرواتب ل100 ألف موظف، تتحدث عن أرقام هائلة ما في مداخيل لها. يا سيدي، لماذا عندما يصل الأمور إلى الأجراء والموظفين والطبقات الكادحة والعاملة بيعش في مصاري؟ ليش بيصير في مصاري لكل الوزارات وبتصرف على كيفها بكل الحكومات؟ وبنعرف نحن، مش ضروري ان الشعب اللبناني كله بيعرف اين الاموال عمالي بتروح وين وكذا والى اخره. نحن بندفع على شركه الكهرباء السنه قديش؟ 3 مليار دولار خسائر. طب فلنعالج ازمه الاداره العامه ب 2000 مليار اللي هن مليار و 1300 مليار او مليار و 300 مليون دولار. يعني في امور مش قادرين نفهمها. طيب الكهرباء عم تكلفنا سنوية 3 مليار دولار خسائر. طيب وبنا معملين نحن ب 700 مليون دولار، ليش ما لزمناهم لحد هلا؟ بسبب شو؟ مش بسبب مالي، بسبب خلافات سياسية. صحيح، بس اليوم اللي صار على الأرض الأساتذة لما نزلوا ما قالوا نعالج الهدر، ما قالوا أمن ومداخيل. الموظفين والقطاع العام والإدارة امبارح بالدولة لما نزلت على الأرض عم بتقول أنا بدي سلسلة الرتب والرواتب هلا. بس سجلت سابقة بالأمس تحدث عنها وزير التربية حسان دياب، وهذه النقطة لا تزال محور خلاف وجدل. صحيح. بين الأساتذة ووزارة التربية. يقول وزير التربية حسان دياب أنه نحن الأساتذة أخذوا 80% من حقوقهم بموافقتهم، ولكن هناك إصرار من الأساتذة على ربط موضوع فك أضراب بكل الدولة. لا، بكل الدولة أيمتى؟ بكل الدولة ربط الموضوع بالأول معلمي القطاع الخاص حتى ما يصير كمان في هوامش، لأنه كمان إذا بتفوت على معلمي القطاع الخاص حالهم من حال القطاع الرسمي. لا، أكثر كمان الرسمي. مظلومين ظلم. يعني في معلمي مئات المعلمات والمعلمين اللي معهم شهادة جامعية وبعلموا بيقبضوا 500 ألف و400 ألف ليرة لحد هلا. لذلك هن ربطوا مصيرهم نعم بالقطاع الخاص حتى ما يحصل. بس وزير التربية أوضح هذه النقطة. المدارس مش قبلاني. هون مهمة الدولة إنها تعمل التسوية. نعم ربطوا مصيرهم بمصير القطاع الخاص لأنه هذا الهامش بالقطاع الدولة كلها. القطاع يعني العام. اليوم امبارح كان سجل اعتراضه على سبيل المثال وزير التربية أنه ليه بدي يوقف مصير 100 ألف طالب مقدمين امتحانات كرمال المتقاعدين وكرمال موظفي الدولة وكرمال زودة على ما هي مالك لو تعالجت هالمسألة قبل 4-5 أشهر ما وصلنا لهون. كنا اضطروا المعلمين بالقطاع العام يربطوا مصيرهم بمعلمين القطاع الخاص وبالإدارات العامة لحتى ليحصلوا أوراق قوة وضغط. لا، وهذه شغلة طبيعية. لو تعالجت هالمسألة قبل 4-5 أشهر ما كنا وصلنا لهون، كانت انحلت الأمور وحدة وحدة وحدة. بس برجع بقول رغم هيك أنا ما عمالي بقول أنه هذه الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة. الحكومة ألقي في حضنها، ما بدي أقول جمرة، مرجل من الجمر، وحل الأمور وعالج الأمور. بس
برجع بقول هذه المواضيع تتطلب جرأة فائقة وليكن ما يكون. بدها تكلفني 2000 مليار، بس لمرة واحدة رح تكلفني لمرة واحدة. وبعرف أنا أنه مش مشكلة، يعني اللي متدين 5 مليارات يتدين مليار زيادة، منه مشكلة، ما كله ديون. بس أنا بعالج المشكلة مرة واحدة. ومثل ما قلت لك، بدها إقدام وجرأة، ليس من الرئيس ميقاتي فقط، من كل هذه الحكومة، لحتى تقدر هذه الحكومة اللي خلال سنة ألقيت مثل ما قلت في أمامها كل المشاكل، بس للأسف ما قدرت تحل ولا مشكلة. نعم. في مشاكل تفاقمت. حينما يقول رئيس الحكومة، كيف يمكن أن تفسر لحضرتك قول رئيس الحكومة بالأمس إن المسألة أصبحت كسر هيبة الدولة ورهن مصير 100,000 طالب على النحو الحاصل؟ هذا أمر غير مقبول، لا يمكننا في هذه الظروف الدقيقة أن نقبل بتهديد الاستقرار الاجتماعي والمالي الحاصل وإرهاق الخزينة بأعباء إضافية. ولا زراعة الدولة كسر هيبتها. يعني تعتقد أنه هيبة الدولة بعدها يعني أنه موجود كتير؟ ما حصل خلال الأشهر الماضية، هل أبقى للدولة هيبة؟ ألم يلوى زراعة الدولة في أكثر من مجال؟ ويعرف الرئيس ميقاتي هذا هالشيء. مش المقصود لك، إذا وضعنا الأمور تحدي بتحدي ما بينحل شيء، ما بينحل شيء. ولكن الأمر يتطلب إلى الكثير من المرونة، كثير من المرونة. أنا أعتقد أنه المعلمين والقطاع العام منهم متمسكين للآخر بشو اسمه، يعني شوية تنازلات من هون وشوية تنازل. وأعتقد أنه إن شاء الله أسبوع الجاي الأمور بدت نحل. هلا هو تقنيا يقول وزير التربية أنه ما بقى ينفع التأخير. إيه نحن عم نأذي الطلاب 100%. في 100,000 طالب يعني شأنهم، ومن الجريمة العودة إلى نظام الإفادات. من الجريمة كمان أوضح هذه من الجريمة المطلقة. ولكن يمكن الدولة إذا تأخرت المسألة أسبوعين ثلاثة تلاقي حالها، لأنه في جامعات برا، في صحيح في ناس بتقدم جامعات برا بتبلش بالضبط. لذلك أنا بقول أنه من الضروري أنه خلال الأسبوع المقبل أن تجد القضية حلها. بدها شوية جرأة من الحكومة، وبدها شوية يعني تعقل ومنطق من الجانب الآخر. طيب بس في هذه النقطة أيضا وفي إطار تأمين المداخيل، كمان في ملف آخر لا يزال على هامش الموازنة موضوع، اللي هو ضمن سلسلة الرتب والرواتب العسكر. نعم صحيح. كمان بده ينزاد له. طيب من أين؟ ما هلا عم بحكي أنا إنه اليوم بدهم يأمنوا بدهم يعالجوا. بس اليوم هاي الحكومة قادرة تعالج، هو السؤال، كل قادرة تعالج وقادرة تأمن مداخيل واللي هي ضريبة 1% ما قدرت تزيد. كل حكومة تطرح هذه المشكلة، منين بنجيب مصاري؟ وهذه يعني نظرية الرئيس فؤاد السنيورة القديمة، إنه أنا ما بعطي ليرة إلا لطلع ليرة قبالها، نرفع ضريبة لأخو. يا أخي ما فيك بهالمنطق هيدا، إنه شو بتكون أعطيت؟ شو هي فضلك على العالم إذا أعطيت وأخذت بنفس الوقت؟ بتعطي بإيد وبتأخذ بإيد، ما بصير إنه هذه سياسة الدولة. طيب عال في مرافق كتيرة مطروحة للأخذ، وهي الأخذ من الأغنياء وليس من الفقراء. ليش أنا بدي أطرح ضريبة زيد التيفئة وطال كل الفئات؟ في شيء بالعالم معمول فيه اسمه الضريبة التصاعدية. والله اللي معاشه 500,000 بيطلع عليه ضريبة ليرة، اللي معاشه مليون بيطلع عليه 5 ليرات، اللي معاشه 10 ملايين خارج المعاشات، اللي بيطلع مليون دولار بالسنة غير اللي بيطلع 5,000 دولار. إذن في كتير موارد، في كتير مطارح، بس نحن ما عم نفتش عليها. نحن دائما منفتش على الضريبة، الضريبة يعني الأسهل، حتى الضريبة في الضريبة الأسهل اللي هي من جيوب الناس. وفي دول عادة تحديدا الأمريكية والأوروبية 3/4 ضريبتها موجودة على الكماليات اللي هي الدخان والأمور اللي مش حياتية، يعني مش يومية. يا سيدي عالجوا موضوع الأملاك البحرية بكفي، نسكر خزينة الدولة. نسكر خزينة الدولة، يعالجوا المسائل اللي بتطلع مصاري جديا. يعني مش انه بيجي بيحسب والله انا بحاجه السنه ل 2000 مليار بدي ازيد، ليش بزيد التي في 5% او 3% بطلع. دائما بنفتش على اسهل السبل للضريبه، مع انه في امكن انه منطفش المستثمرين وما بيعرف شو كذا والى اخره.
طب بيعون البلد للمستثمرين يعني؟ بسحب لهم الأموال من جيوب الناس المعطرة والفقيرة؟ هل وصلنا لهون؟ هذه السياسة هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، إلى هذه السابقة التاريخية التي تتحدث عنها جريدة السفير اليوم، اللي هي الإدارة في الشارع. في إطار الاحتجاجات أيضا، ملف لا يزال جرح نازف في موضوع التحركات على الأرض هو ملف المياومين. نعم. بداية القضية انطلقت بمطلب يقول المياومون إنه مطلب حق، مطلب رسمي صار لهم 15 سنة عم يخدموا هذا القطاع من دون ضمان، من دون أي حماية، من دون أي يعني نظرة للمستقبل أو أمان للمستقبل. اليوم تحركت القصة، صار فيها سياسة، صار فيها إشكالات على الأرض. صحيح. تشعبت لدرجة أنه صار في حتى كهرباء لبنان عم تهدد بأنه ما بقى فيها تكمل. صحيح. اليوم ليه بلشت هيك وليه وصلت له؟ واضح أنه الدولة مرعوبة من معالجة قصة مياومين بالكهرباء، لأنه هذا الملف سيفتح ملفات كل الوزارات، مش بس وزارة الطاقة فيها 2500 ميام، وزارة الإعلام فيها، وزارة التربية الأساتذة نصهم متعاقدين، في متعاقدين من 98، في عشرات الآلاف من 98 لليوم ما تثبتوا بعدهم متعاقدين، يعني صح. اليوم الأساتذة آخر يعني دفعة تعاقد كبيرة، فيما بعد صار في دفعات متتالية، ولكن آخر دفعة تعاقد كبيرة كانت ب 98. صحيح. 1998 لليوم، يعني 14 سنة في ناس بعدها متعاقدة. إذن المشكلة عامة، ومثل ما قلنا بدها علاج شامل كامل. قصة الكهرباء هي بدي اسأل هي تفصيل. هكذا تعالج؟ لا، مش هكذا تعالج. هي كيف بلشت يعني؟ ما كل العالم تقريبا صارت تعرف انه هول المياومين ليش تحركوا، قاموا وا الى اخره، لانه في حدا اجى بده ياخذ محلهم. اجت شركات جديده، ثلاث شركات جديده اللي كلفها الوزير بسيل وكذا، شغله صارت معروفه. فحسوا انه هذا اللي له 30 سنة بيطلع على العمدان وبينزل وبيوقع وبيجرحوا ديه، وحس انه هو لقمته بخطر. لصالح مين؟ لصالح ثلاث شركات كبرى ما بدنا نحكي شيء عليها الان. طيب حقه انه كمان يتحرك. اندعم من فريق سياسي؟ ايه، ما بقول لك لا، اندعم. رفض الوزير جبران باسيل وتبنى تكتل التغيير والاصلاح، اخذت المسألة طابع سياسي، وصلت لحدود المذهب 100%. من هون كل ما يدور حول هذه المسألة هو جزء من المشكلة العامة. كمان بكرة بوزارة الإعلام وبوزارة التربية بدنا نقول انه يا عمي، طب وبالتالي يعني معالجة ربع ملف مسيحيين وثلاث ارباعهم اسلام، يعني معالجة ملف مثل ملف المياومين قد يفتح الباب امام اكثر من 100%. لذلك انا وبالتالي أقول وبالتالي لن تقدم الدولة على معالجة هذا الملف اذا هيك. انا في رايي يجب المسألة باتت تحتاج الى جلسة مصارحة مصارحة حقيقية بين اقطاب الحكومة. الرئيس مئاتي، السيد حسن، رئيس بري، ولي الجملات، نائب ولي الجملات، جنرال عون، بدهم جلسة مصارحة حقيقية تمتد على ساعات، توضع خطة طريق حقيقية لمعالجة المسائل الداخلية. تركني من المسائل الخارجية والمسائل السياسية وسلاح المقاومة وكذا، البلد عم بهز من الداخل، يعني الناس ببيوتها عم تهتز، كهرباء ومي ومعاشات وأكل إلى آخره. المشكلة الداخلية هذه التي تهدد بانفجار البلد أكثر من أي شيء آخر. لذلك المطلوب مثل ما قلت جرأة في معالجة تنسحب على كل موظفي الدولة ومياوميها وأجرائها وعمالها إلى آخره. بحط يعني شيء عام يشمل الجميع، وساعتها إذن ما بعتقد أنه هون الناس اللي نازلين على الشارع نازلين يعني للفولكلور هيك ليتصوروا على التلفزيون، مش مزبوط هالكلام ابدا، ولا نازلين لانه مجروحين، لانه جوعانين، لانه متضايقين. اذا المساله لم تعد تحتمل الحلول الجزئيه. بعالج اليوم ميومي الكهرباء، بيطلع لي ميومي الإعلام، بيطلع لي متعاقدين. قد يكون هذا التأخير في المعالجة هو نتيجة خوف من معالجة ملف ويفتح ملف آخر. لذلك أنا قلت مالك أنه بدها جرأة، وأتمنى أن يتنكب الرئيس مئات اللي منحبه من كل قلبنا لهذه الجرأة.
يعمل بطل تاريخ. قادر يا عمول. ليش مش قادر؟ البلد بيسمح ماديا اجتماعيا سياسيا على ابواب الانتخابات. برجع بقول لك هيدي خطه متكامله، يعني بدها الحكومه تعمل مثل سيمينار ثلاث اربع ايام وتحط خطط كامله، تحط خطط جذريه لكل الامور، للضرائب مش لتتفق الحكومه ببعضها. يعني هذه مشكله، مش مشكله الناس، لكن معلش يسمحوا لهم. لا ما حدا يلوم الاخرين انهم ينزلوا على الشارع. اذا الحكومه مش قادره تتفق، ليش عم بحكي انا بجلسه مصارحه؟ بدها جلسه مصارحه بين اقطاب الحكومه، والا انا بفضل 100 مره ما تتبهدل الحكومه بهالطريقه وتحول لحكومة تصريف أعمال وترفع المسؤولية عنها، وليكن ما يكون. أنا اليوم حقيقة أشبه وضع البلد إلى سفينة هائمة في عرض البحر، سفينة مضيعة خريطتها، ركابها متناحرين، متنابزين، متخاصمين، متقاتلين، شو ما بدك قول عنهم، كل واحد عمالي بفكر على طريقته. بعض هذه السفينة أو بعض ركاب هذه السفينة عم بفكر يسقبها من القعر لتغرق لغرق خصومه، متوهم أنه هو قادر بيعرف يسبح وممكن يوصل لحاله لبر الأمان. هذا هو وضع البلد الآن. لذلك أنا أستغرب من يريد إغراق السفينة اليوم. أنا عم أقول يعني ما عمالي بحكي رموز واضحة الأمور. أنا عم أقول بستغرب اليوم، أستغرب جدا أن تكون قوى 14 آذار صادقة وجدية في مطالبتها برحيل الحكومة. أنا لو كنت بالمعارضة اليوم بقول الله يطول عمر الحكومة، لأنه عم تغرق من مرة لمرة عم تغرق حالة، عم تغرق حالة، تبهت لي كيف. فلذلك أنا أعتقد أن قوى 14 آذار غير جدية بالمطالبة برحيل الحكومة، لأنه أساسا من أول يوم هي يعني عم تطالب برحيل الحكومة ولم تنجح في ترحيلها. كمان بنفس الوقت بدي أقول شغلة، يعني هني مفتكرين أنه هني أشطر من الحكومة الحالية؟ لا، ما المشاكل هيدي، الجمر اللي موجود اليوم بإيد الرئيس مئاتي بده يحمله سعد الحريري أو فؤاد السنيورة أو أي حدا آخر، ولن يستطيع ولم يستطع سابقا ان يعالج كل هذه الامور. هي نتيجة تراكمات، ما هي تراكمات، وهي تركتهم. لذلك انا لا اصدق مطلقا انه هن يعني مستقتلين ليستلموا الحكومه، لانه المشاكل الموجوده بايد الحكومه اليوم واللي تراكمت واللي انفجرت بوش المشاكل الداخليه وكذلك المشاكل الخارجيه. انا اعتقد لو ان سعد الحريري رئيس حكومه كان بيقدر يتعامل مع الملف السوري مثل ما عم يتعامل معه هلا، ما بيقدر يتعامل معه مثل من يكون موقفه مشابها للموقف الحالي. طبعا يعني في ملفات ضخمه ومشكله كبيره. لذلك يعني كان من الخطا الكبير، وقف جلسات الحوار على الأقل. كان له هالحوار على كل حال رح نحكي عن الحوار، رح نحكي عن طاولة الحوار بشكل مفصل، ولكن اسمح لي في موضوع المياومين وتحركات على الأرض والمطالب من هذه الحكومة وإطار عمل هذه الحكومة، كل هذا الملف المتشعب اللي شرحنا تفاصيله سأبحث باتصال هاتفي مع عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولة اللي أصبح في اتصال هاتفي معنا. دكتور نقولة صباح الخير. صباح الخير لك ولضيفك الكريم. دكتور نقولة، اليوم دعا التيار الوطني الحر، بداية من قضية المياومين، دعا التيار الوطني الحر لتظاهرة من ساحة ساسين نحو مرم خايل اعتراضا واستنكارا لما يحصل مع مؤسسة كهرباء لبنان. هذا الملف إلى متى سيبقى جرح نازف؟ أنا بعتقد أنه هالملف هيدا من الأساس ما كان مفروض أنه يحصل، ولكن صار اللي صار اليوم، وبعتقد انه اليوم عم يدرس على نار حامية. والوزير بشير اعطى يعني خطة لحل هالموضوع هيدا. فاليوم على الفريق اليوم العمال والسياسيين يلي هن عم بيغطوا اذا بدك تحرك هؤلاء العمال، انا برايي لازم يلاقوا الوزير بشير في منتصف الطريق ويصير في نوع من حوار على هالموضوع هيدا، حفظا لكرامة المؤسسة والعاملين في هذه المؤسسة أولا، وثانيا كمان حفاظا على المؤسسة من أنها تنهار، لأنه ما فينا اليوم
انه لسبب ما لتراكمات عمرها 60 سنه بين ليل وضحاها، نقول انه هذا الموضوع هيك بنا وما بيصير غير هيك، وخصوصا انه الوزير بشير اعطى حل، والحل هذا بعتقد هو حل مقبول. بدل ما يكون المهاوم اللي كان مش نهار اللي يشتغلوا يقبضوا وما عنده ولا اي ضمانه، عم بيدخل بشركات تأمن له عمل، وبنعرف كلنا سوا انه العمل بلبنان مش شغله هينه انك تودي موظف منها، يعني عم بيصير عنده ضمان، نعم، عم بيصير عنده ديمومه عمل. دكتور اليوم انه هذا الموضوع لازم ينحل سياسيا اكثر من ما هو مطلب، نعم، اجتماعي طبعا مالي. نعم دكتور، في هذا الاطار تحديدا، هذا الموضوع اللي كان من المفترض عم تقول حضرتك انه يحل باطار اجتماعي ولا يدخل في دهاليز السياسه، للاسف سيس وطيف ايضا في جانب طائفي منه حتى صار بالحديث. اليوم كيف السبيل الى اخراجه من هذا التسييس وعودته؟ لانه اليوم صار في فريق مع طرحكم وفريق ضد طرحكم، وشفنا الخلاف في مجلس النواب في هذا الموضوع. اليوم مين رح يطلع ربحان بنهاية هذه المعركة؟ ما في حدا بيربح بهالمعركة، مفروض المؤسسة هي اللي تربح، منه الموضوع موضوع سياسي تنقول في فريق بده يمرك على الفريق الآخر. اليوم في المؤسسة وديمومة المؤسسة، وبدك يعني اليوم الشعب اللبناني كله عم بيعاني من هالموضوع، هيدا كلنا عم نعاني، مش مثل ما قال رئيس الحكومة انه بسبب توقيف المعلمين انه يصلحوا في 100,000 طالب، هيدا في عندك 4 مليون انسان كمان عم بيتاثر بهالموضوع، لما نعرف انه الكهرباء عم بتسوق يوم بعد يوم واسبابها صارت معروفه ليش. فخلينا لكينا هالموضوع هيدا انظهروا من السياسه، والوزير بشير اعطى خطه حل، عم بيقول انه هيدا الموضوع يتفضلوا العمال يجوا يقولوا لي، فاتناقش انا وياهم شرط انه هود اللي هددوا الموجودين بالاداره والمدراء وغيره انه هودي ما في مجال انه يصير في حوار معهم، ما بقى في ضمن هالعمال هودي ناس يقدروا يحاوروا المؤسسه الا اللي عم بيقوموا بعمليات التهديد والوعيد يعني. نعم. فبقى بعتقد في خطه، وهالخطه هيدي عرضها الوزير بسيط، هون صارت عم بقول لك المسؤوليه السياسيه، الاشخاص اللي مسؤولين عنهم يقولوا لهم تفضلوا نسموا ناس آخرين عنكم خلي يتحاوروا مع الإدارة. نعم. أبعد من موضوع المياومين، اليوم كما بات معلوما وكما الكل عنده تفاصيله، بالأمس كان هناك في إضراب للقطاع العام في لبنان، موظفي القطاع العام إضافة إلى الأساتذة، للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب. اليوم أين أنتم من هذا التحرك بالأمس؟ هل أنتم مع هذا التحرك ضده؟ أنتم جزء من الحكومة اللي تحرك الشارع ضده. أنا بقدر أقول لك عن نفسي، أنا نعم. مع هذا التحرك. نعم. لأنه بنعرف كلنا سوا أنه الراتب اللي عم بيقبضه الموظف ما عم بكفي لأول 10 أيام من الشهر، فهذا الموضوع ما فينا نجي نقول ما بدنا نزيد للناس طالما مش عم نقدر نقدم للناس خدمات. نعم. لو في عنا خدمات أخرى نقدمها للناس، أنا بقول لك أنا يمكن كنت ضد أي زيادة بالراتب، ولكن بما انه ما في ولا اي خدمات نقدمها، فكمان الموظف او العامل او بده يعيش، هذا كيف بده يقدر يامن عمله اذا مش قادر يامن عائلته؟ يعني هيدا الموضوع، انا مع التحرك، هيدا واحد. بيقولوا منين بده يقطب المصاري، هيدا كلام فارغ، لانه في عندك اليوم مداخيل اخرى الدوله قادر تحصلها. عندك الاملاك البحريه، انا ماني فاهمين لتاريخ اليوم ليش هالاملاك البحريه باقيه سايبه وفي ناس حاطين ايدهم على الاملاك البحريه وما بيدفعوا مصاري. نعم. ما بيدفعوا. اثنين، في عندك بعدين مشاريع قادر تدخل اموال للدوله، عندك مشروع ما يسمى بلينور هو ساحل المتن الشمالي اللي بيدخل للدوله اللبنانيه 3 مليار دولار تقريبا. نعم. طيب انا ماني عم بعرف ليش هذا المشروع بعده نايم بأدراج مجلس الوزراء، ما بيصوتوا عليه، بدخل لك 3 مليار دولار يعني أكثر بكثير من الزودات اللي عم بيحكوا فيهم على 10 سنين، هيدي وحدة. اثنين، في عندك بيع الأملاك، اليوم واحد بيشتري شقفة أرض بيدفع حقها 100,000 دولار، بعد سنة أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة ببيعها بمليون دولار، طيب هالربح اللي عمله هيدا 900,000 دولار ربحه، طيب ما بيدفع عليه ضريبة، وهالمعطر العامل أو الموظف على 500,000 بدفعوه ضريبة على راتبه، طيب هيدا معقول؟ هيدي عدالة اجتماعية بالبحر؟
فكل هذا. وبعدين الأملاك الأجانب، تملك الأجانب، أنا ما بفهم بكل بلدان العالم الأجنبي بس بده يشتري ببلد بيدفع ضريبة على الأملاك اللي عم بيشتريها أكثر بكثير من ابن البلد. دكتور ليش عم نعم هلا في 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 اطار كثير لتأميم مداخيل. بعده كان ضيفي استاذ واصف عم يحكي عن هذا الموضوع وتحديدا النقاط اللي اثرتها حضرتك في هذا الاطار، كيفيه تأمين مداخيل اخرى من خارج دفع او زياده الضرائب على اللبنانيين. ملف ثالث أيضا في الساحة الداخلية واللي هلأ بدي أحكي مع ضيفي استاذ واصف اللي هو الحوار. رئيس الجمهورية بالأمس متمسكا بالحوار يقول حذار القرارات الخاطئة المبنية على حسابات ظرفية. اليوم أنتم مع عودة هذا الحوار أم لا؟ نحن مع عودة هذا الحوار. دائما من الإنسان بيقول كلمة حوار ما بيحط شروط مصدقة على أساس شو بده يكون الحوار، وقال بيصير مثل ما بيقولوا له بالفرنسي ديكتا، يعني انه انا بدي اجبرك يا بتبحث على الامر معي يا اما انا ما بدي ابحث. فهذا الموضوع بعتقد انه الحوار يجب ان يحصل الحوار، لانه في امور صارت اهم بكثير من السلاح اليوم. هو اي لبنان نريد؟ وين اخذين البلد؟ طيب بدنا نضلنا نحن شبابنا نصدر شبابنا لبرا ويقفوا على ابواب السفرات، ولا بدنا نخلي شبابنا بهالبلد هيدا؟ طيب هيدا الموضوع الاساسي. قضيه النفط اليوم هي أهم بكثير من السلاح. نعم. كل هالمواضيع هذا. بعده لم نصل إلى أرضية ثابتة في موضوع النفط. ليه؟ شو هي الأسباب؟ لما بنعرف إنه إسرائيل بلشت في بعضنا نحن عم نختلف على جنس البلائكة، إذا كانت هالهيئة بدها تكون موجودة فيها مسلم ومسيحي ودرزي وشيعي وما بعرف شو. نعم. إنه هذا هل من المعقول نحن اليوم بالقرن 21 بدنا نألف هيئة تهتم بالنفط اللي هو للأجيال القادمة؟ هيدا عم نجي اليوم نبحث على جنس الملائكة مين اللي بده يترأس هالهيئة هيدي، وكيف بدها تترأس هالهيئة بالوقت اللي عم نلاقي إنه إسرائيل رح تبلش تنتج نفط ونحن قاعدين متلاهيين ببعضنا؟ هيدا معقولة؟ هيدا شو بيقول للشعب اللبناني؟ أي حكم نحن بأي حكم ماشيين؟ بس عم نحكي بسلاح حزب الله. يا أخي انسوا سلاح حزب الله، سلاح حزب الله اليوم يمكن يكون اجباري انه يكون موجود لانه ما عندك شيء بديل غيره، بس يصير عندك بديل غيره كلنا سوا ما بدنا سلاح حدا الا السلاح الشرعي، ولكن طالما ما في سلاح غيره خلينا نبحث هالموضوع على نار هادئه ونبحث المواضيع الاخرى اللي قادره تظهرنا من الكريزه الاقتصاديه اللي نحن ماشيين فيها، اللي هي عم تدخل على كل بيت، اللي بدها تدخل عليك على الملجا وبتدخل عليك لو ساكن بالطابق ال20. فاذا هودي هالناس يلي عم بيتلهوا بأمور بهالشكل هيدا ما بدهم مصلحة البلد، ولا بدهم يعملوا بلد، بدهم يعملوا مزارع وبدهم يرجعوا لعهد الميليشيات. شكرا جزيلا لك عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولة على هذه المداخلة، وعلى أمل اللقاء القريب بك هنا في الاستوديو ضيفا عزيزا في هذا البرنامج وهذه المحطة. استاذ واصف، الحوار إلى أين؟ يعني من الأساس ما حدا متوهم أن الحوار سيؤمن حلول جذرية، ولكن على الأقل من حيث الشكل وبظل الظروف التي يعيشها لبنان والمنطقة، كان إنه الحوار يشكل هيك مثل صورة جميلة لها الأطراف تعكس نوع من الارتياح على أوضاع البلد. الحوار لن ينجح طالما هنالك في فريق عم بفكر إنه كيف يسقب السفينة اللي يغرق الآخر. أنا قبل مرة يعني قلت إنه طالعين وكلنا الخناجر حطينا بظهرنا، كيف نتحاور بهالطريقة هيدي؟ أنا بتمنى إنه كان يستمر الحوار والانتقال به إلى الشؤون الداخلية، إلى هالمشاكل هيدي. خلينا من خلال الحوار نعالج هذه المشاكل. بس اليوم حتى مجرد الحوار يعني ما صار في له أسس اليوم، والآخر جلسة فرط عقدة. إيه صحيح. فرط ليش؟ لأنه مثل ما عم أقول لك، لأنه حاملين كنا كل واحد حامل خنجر وطالع على الحوار، كيف بدك كل يضمر للآخر الشر. فرغم الكلام الجميل و اليوم الحوار يعني وضع على لائحة داتا الاتصالات وما بعرف شو، يعني مثل ما أنك أنت بتحط 100 عراقيل كثيرة لحتى شو اسمه، حتى التصريح
رئيس كتلة الوفاء المقاومة النائب محمد. أنا لحد هلا ما فهمته يعني إنه ليش قال هيك، ما بعرف ليش قال هيك، مع إنه معلوماتي أن حزب الله مش رافض البحث بالاستراتيجية الدفاعية. لا، وحتى يقول أحد قيادي 14 أذار معلقا على هذا الموضوع اليوم بإحدى الصحف إنه كيف يمكن أن يفسر موقف الشيخ نعيم قاسم قبل أسبوع الداعي إلى البحث في الاستراتيجية الدفاعية، ثم موقف أنا معلوماتي رافض لهذا الموضوع، إنه حزب الله مش رافض البحث بالاستراتيجية الدفاعية، وإن كان يعني بكل صراحة إنه هلا ليك وين نحن وين الآخرين. لا، وقال الأمين العام لحزب الله بالأمس في تصريحه إنه في حرب علينا أساسا، حرب لتفتيتنا. مزبوط، صحيح، هذا ما كان ممكن إنه هذا الموضوع ماشي الحال ينبحث كجزء من الحوار الاستراتيجية الدفاعية، وهذا له آليته يعني. في سلاح المقاومة وفي سلاح الزواريب، ما في أنا أدمج قول السلاح هيك بشكل عام. بس في فريق بلبنان يرى سلاح المقاومة أصبح سلاح زواريب. إيه أوكي أوكي، ما أنا ليش عم أقول لك هذا اللي ما بده يوصل لحل. ما بده يوصل لحل، بقول إنه والله سلاح المقاومة هو سلاح ميليشيا وسلاح زواريب وا 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 وكذا. بس أنا كنت فيه يقعد على طاولة الحوار وقول سلاح الزواريب على جهة وسلاح المقاومة بس على جهة. بعالج سلاح الزواريب بالأول، حتى سلاح حزب الله الموجود بالزواريب سامع لي كيف بحطه ضمن سلاح الزواريب، سلاح حركة أمل الموجود بالزواريب بحطه ضمن سلاح الزواريب. بس هون إذا بدنا نفوت بهذه التفاصيل، بداية هذا الفريق الذي يعترض على اليوم على المشاركة في الحوار يقول صار لنا من 2006 عم نقعد على طاولة الحوار، وهدفنا الأساس هذه الاستراتيجية الدفاعية، وسلاح حزب الله اللي بالنسبة لهم عم بيشكل لهم هاجس يعتبرونه سلاح زواريب، ولليوم ما وصلنا لحل، بالتالي ليه عم نقعد على طريقتهم؟ ما بتنحل. اللي راح ينزع سلاح المقاومة مش راح يحاور، منو راح يحاول؟ شغلة تانية حينما يسأل هذا الفريق إنه طيب حلوا سلاح الزواريب وتركوا سلاح حزب الله، بيقولوا لك إذا حتى الـ يعني الفكرة اللي حضرتك طرحتها إنه حتى سلاح حزب الله اللي هو بالزواريب يتعالج ضمن إطار سلاح الزواريب وبيضل سلاح المقاومة سلاح المقاومة تحييده. اليوم بيقولوا لك طيب هيدا اللي بالزروب اللي حامل سلاح لحزب الله رح يقبل ينسحب سلاحه ما ينقال انه هو مقاوم؟ انا بلحقه على باب الدار، انا يعني انا ما بيجي بقول والله سلف انه ما بيقبل حزب الله. يا اخي اطرح مشروعك، اطلع على الحوار واطرح مشروعك. ما صار تجربه بلا ايه، ما صار تست لسلاح الزواريب. ليك بسبع ايار دائما بنحكي سبع ايار، ما كان في سلاح بالمقابل، سلاح بكل معنى الكلمه. وفليسأل مديرية المخابرات والجيش اللبناني وكل كل القوى الأمنية بهديك المرحلة إنه شو نزل يقوس على الناس حزب الله أو حركة أمل بهذاك الوقت. يعني كان في سلاح قباله، كان في معركة، كان في معركة بس كان سلاح زواريب. يا أخي مش حضرتك عم تقول سلاح زواريب؟ مزبوط، يعني الكل كان عنده سلاح زواريب. معلش لو سعد الحريري أو المستقبل ينتصر بهديك المعركة كنا يعني بنحكي نفس الكلام هلا؟ لو يسيطر يقدر يسيطر على بيروت ويمسك بيروت وكذا. لا، هو ما كنا بنحكي نفس ما كان حدا من 14 أذار بيحكي نفس ما كان حدا ما يقول كان دايما. سبعة أيار يوم مجيد بالنسبة للمستقبل لو يقدر لو ينتصر طبعا. بس اللي عم أقوله أنا، اللي عم حاول أن لك وجهة نظر، هذا الفريق فريق 14 أذار دايما بيقول أنه أصغر سلاح فردي سلاح زواريب ما خصه بالمقاومة، يوم اللي راح يصير موضوع ضبط هذا السلاح راح يصير سلاح مقاوم وممنوع المس فيه. لمين قال هيك؟ هذا ما يقوله فريق 14 أذار. ما طرح الموضوع هذا، ما ينزل يطرحه على الأرض. هذا يعني أنا سلف عم أقول إنه حزب الله مش موافق. طب مين قال له إنه حزب الله مش موافق؟ قد تقضي الضرورات إنه والله مقرات الحزب يكون في مسلحين للحماية كذا، مثل ما موجود ب بعين التيني، مثل ما موجود بقرايتم، ومثل ما موجود بالمربعات الأمنية. بس أبعد من هيك لا، أبعد من هيك لا. أنا بدي أطرح بدي أطرح مشاريع معقولة سامع عليكي. أنا بدي أقول بدي نزع سلاح الزواريب من الضاحية قبل طرابلس، ومن منطقة الشياح قبل باب التباني. بس بدي أوصل ل يعني مشروع متكامل، لخطة متكاملة لحتى لي شو اسمه. خليني اطرح الموضوع. أيضا بتقلي إنه بس
اللي رايح مسبقا وبراسه سلاح المقاومة بما هو سلاح في وجه إسرائيل، فمش راح يحاور هيدا، هذا راح يخلق مشكل ليوصل لقطع الحوار. طيب اليوم في أمل لعودة الحوار؟ إيه في أمل، بس بالطريقة اللي هيدي الطريقة في فريق منه قبلين فيها. أنا أصلا ما بعيش له، إذا بدنا نضل على نفس الطروحات ما إله ما إله ما إله أفق الحوار، يعني بصير ساعتها شغلة شكلية، مجرد صورة بروتوكولية، صورة بروتوكولية ما إله معنى. الحوار بظل هالظروف يا سيدي ليش عمل من بعد؟ قبل ما يتبلور الوضع السوري ما في أفق للحوار، خلينا نكون واضحين، لأنه الفريقين عم براهنوا على الوضع السوري، صح ولا لا؟ الفريق 14 أذار عم براهن على الوضع السوري لأنه بده يعمل انقلاب بالبلد برأيه، وفريق كمان 8 أذار كمان عم براهن على بقاء النظام السوري و يعني تثبيت موقعه فيه. فليش عمالي من مش السبب لا داتا الاتصالات ولا سلاح المقاومة؟ على كل حال داتا الاتصالات بالأمس كان هناك قرار من مجلس الوزراء بإرسال بعثة لبنانية قضائية وأمنية إلى فرنسا للاستفادة من التجربة الفرنسية في تقديم داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية. القاضي شكري صادر سيترأس هذا الوفد لباريس لبحث هذا الموضوع مع السلطات الفرنسية و يعني إحضار هذا النموذج لتطبيقه في لبنان. كيفية تقديم، ماذا تقدم الدولة الفرنسية من داتا لأجهزتها الأمنية؟ ما في دولة عندها حس ديمقراطي في العالم كله بتسلم رقبتها أو رقبة مواطنيها كلهم للأجهزة الأمنية. ما هذا الجهاز الأمني نحن بنحكي اليوم إذا حمل معه القاضي شكري صادر نموذجا لا يرضي من يطالب اليوم بتسليم الداتا لقوى الأمن، ما أنا بدي أسألك شو ممكن يعملوا؟ بقول شيء شو بدهم يعملوا؟ بس هذا نموذج فرنسي، منو قرار لبناني. يا أخي بنقبل بالنموذج الأمريكاني، مش الحال. قلت لك ما حدا ما موضوع داتا الاتصالات ليس موضوع جد، دخلك ليش ما سلموا هن الداتا الاتصالات 14 أذار استلم الحكم 7-8 سنين، ليه ما سلموا؟ لا ما هو الاعتراض كانت يومها تسلم إلى الأجهزة الأمنية، الاعتراض حينما توقف تسليمها وعهد إلى لجنة قضائية بدرس هذا الموضوع. بالضبط، ما كانت تسلم بالطريقة اللي عم بيطالبوا فيها اليوم، لا كانت تسلم هيك، كانت كل الداتا. لكن الناس بتسمع داتا الاتصالات، في 5-6 أشياء بداتا الاتصالات بيناتهم البصمة هيدي اللي بتسمح لأي جهاز أمني يتجسس على مالك الشريف هو طافي تليفونه. وحتى في إحدى الخدمات طيب. حتى في إحدى الخدمات بتسمح باستخدام هاتفك من دون ما تكون أنت عم تستخدمه. وهذا ما حصل بموضوع التحقيقات بمقتل الرئيس الحريري، في كتير أمور من هالشكل، وبتعرف إن انكشفت يعني بالأخير بيحكوا باسمك على تليفونك. بس هي القصة اليوم أنه هذه الداتا في عهدة هيئة قضائية، هذه داتا الاتصالات شماعة كانت لتعطيل موضوع الحوار ولوقف كل ما يجري الآن. لذلك لم يعد سلاح المقاومة هو الموضوع الرئيسي للحوار. مثل ما قلت لك، صار في كثير ملفات الحوار، الحوار ونجاحه واستمراره ومرهون بتبلور الوضع السوري. كان في يعني بكل صراحة الأسبوع الماضي قبل ما تتعطل جلسة الحوار كان في رهان إنه النظام السوري سقط، ويعني كانت وسائل الإعلام تعلن إنه خلال ساعات انهار النظام، تبين انه لا بعده النظام، يعني انتبهت كيف المسائل فتعطل الحوار. بعد الفاصل الإعلاني، الملف اللبناني السوري بداية من الحدود اللبنانية السورية، الرسائل المتبادلة لبنانيا وسوريا، وتحديدا في ضوء ما قاله السفير السوري على الكريم علي منذ حوالي 15 دقيقة، نقلت عنه وكالات الأنباء قوله: لا نريد تحميل الموضوع أكثر مما يحتمل، فمذكرة الخارجية اللبنانية جاءت في سياق نقل وتبادل المعلومات. اوكي كويس، مش شكوى. الله يوفق. مش شكوى، هكذا يقول السفير علي عبد الكريم علي. سنبحث في الرسائل المتبادله لبنانيا وسوريا، الحدود اللبنانيه السوريه والوضع السوري، قراءه في السياسه، في التطورات السياسيه المحيطه بهذا الملف. مشاهدينا فاصل قصير ونعود.
العودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي الصحفي والكاتب السياسي أستاذ واصف عواضة. أستاذ واصف، الحدود اللبنانية السورية أصبحت اليوم كتلة من التوتر على الأرض، انطلاقا من عكار وصولا إلى القاع وعرسال. عكار بعد انتشار الجيش على ما يبدو هدأ الوضع قليلا في وادي خالد، عرسال أيضا مع انتشار الجيش هدي الوضع، بس اليوم مشاريع القاع كل يوم كل يوم كل يوم في اضطرابات في قصف. إلى متى ستبقى هذه النقطة هي نقطة الأسخن؟ طالما لبنان غير قادر على ضبط حدوده ستبقى مش بس هذه النقطة، كل النقاط الحدودية ستبقى مشتعلة. يعني السبب الأساسي، أنا لا أعتقد أن النظام السوري بوضعه الحالي يعني بحاجة لفتح جبهات على حدوده. هذه الجبهات هي التي تفتح عليه وهو عمال بيرد بإطار. يعني أنا أعتقد أنه النظام السوري يكون لنا من الشاكرين إذا أغلقنا الحدود، يعني ضبطنا الحدود اللبنانية السورية، لأنه على الأقل بتريح له لواءين ثلاثة من الجيش السوري. بس اليوم بروح اليوم في هذا ما كان في هذا الموضوع، الجيش اللبناني منتشر على طول الحدود الشمالية في عكار وضابط الحدود ولا يزال القصف يتواصل. مزحة، هيدي مزحة، قصة الجيش اللبناني منتشر وكذا. أولا الجيش اللبناني لا يمتلك القدرات الكاملة للانتشار على الحدود من العريضة للقاع، لأنه اللي بيعرف تضاريس المنطقة بيعرف جيدا شو اسمه. المشكلة مش بالحدود، المشكلة ما هو داخل الحدود. ما في حدا ينكر أنه هنالك مقاتلين، هنالك مسلحين، هنالك معارضة سورية موجودة على الأراضي اللبنانية، ما عاد في حدا ينكر. هذا هو السبب. بدك تعالج الموضوع هون من الداخل. ما تقول لي أنه كل السوريين اللي موجودين بالشمال وكان اليوم هن عائلات مهجرة وجرحى موجودين بالمستشفيات وكذا، هنالك إحصاءات وموجودة بكل الصحف الأجنبية اللي راحت عملت تحقيقات وإلى آخره. لذلك المشكلة ليست في ضبط الحدود. ما في نظام في العالم بيقدر يضبط حدوده. أمريكا والمكسيك مش قادرين يضبطوا حدودهم. انتبهت؟ بدك تعالج المشكله. هي حتى الحدود الامريكيه المكسيكيه التهريب، انه هذا الدخول والخروج على حدود بشكل غير شرعي قائم في جميع بس انت بدك تعالج المساله الداخليه. دخلك الاردن ليش قادر يضبط حدوده؟ وبامكانات كتير، لانه ضابط الوضع الداخلي بالاردن، ضابط الوضع على الجانب الاردني من الحدود. نعم. عنده عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، ولكن ضبطهم. نحن مش هيك القصة. نحن ما في يعني المعلومات، بس تركيا ما في إرهاب، ما في إرهابي بالدنيا، لأنه هي مقررة ما تضبط، لأنه تركيا مقررة ما تضبط. ما في إرهابي بالعالم، كل الدول العربية الآن اللي عنده شوية إرهابيين بده يتخلص منهم نزلوا على سوريا، روحوا موتوا، خلي قتلكم النظام السوري، بيخلصوا منهم وبيحاربوا النظام السوري فيهم. وبالتالي هذا تحت شو اسمه احترامي للمعارضة السورية ولمطالبها ولا، ولكن أنا لا أعتقد أن المعارضة السورية هي التي تمسك بالوضع بشكل كامل ميداني على الأرض. طبعا ما نضحك على بعض. اليوم مين عم بيقاتل جوا؟ في كل شتات الدنيا، كل شتات الدنيا. قبل ما نغوص بتفاصيل هولي الناس مرقوهم عن طريق لبنان أكثر من عن طريق. قبل ما أغوص بالتفاصيل الداخل السوري والقراءة السياسية في الوضع السوري، سوريا إلى أين وإلى متى سيبقى هذا كمان جرح نازف على الأقل في سوريا، بدي ضل بموضوع الحدود. غادي فرانسيس أصبحت في منطقة القاع، مشاريع القاع الحدودية، حيث كانت ليلة أمس ليلة مشتعلة بالقذائف والتحليق العسكري فوق هذه المنطقة، التحليق السوري للطيران السوري. غادي صباح الخير. صباح النور مالك. يعني تعقيبا على الحديث لك ولضيفك، جوسي لم تهدأ أصلا، وجوسي هي المنطقة المحاذية لعرسال ومشاريع القاع. طبعا هناك امتداد كبير وهو ساحة للاشتباك وللتهريب وللمشاكل الأمنية والسياسية ولدعم المعارضة منذ أول الأحداث، ولكن مع التطورات الأخيرة بات الدور تقريبا يعني نصرة لجوسي أو مساعدة، وخاصة مع تقدم الحسم في مراحله وتطوره. ما عرفناه من جميع المصادر طبعا لحساسية هذا الموضوع مالك،
نحتفظ بروايات عديدة، رواية عن المعارضة السورية، رواية عن أهالي عرسان، رواية من الجانب السوري، ورواية من مصادر أمنية ومن مصادر الجيش. ما حصل أنه بلدة جوزة هي ساحة كبيرة للمعارضة محاذية لمشاريع القاع، بالأمس وصل الحسم السوري إليها خاصة مع تبديل الفرق العسكرية السورية التي تقوم تتولى زمام الأمور في هذه المناطق الحدودية. أعطي الثوار مهلة 24 ساعة لتسليم سلاح قبل اقتحام جوسي، وثم الساعة 11 مساء من يوم أمس بدأ قصف عنيف من الجيش السوري النظامي على المسلحين المعارضين المسلحين، ولكن بعد حوالي ساعتين تقدمت عيرة نارية أو مسلحين آخرين من الجانب اللبناني لنصرة هؤلاء، فحاولوا أن يشغلوا 7 مراكز أمنية للجيش السوري عبر مراشقتها أيضا بالرصاص من أراضي لبنانية. طبعا هذا بالنسبة للمصادر اللبنانية الأمنية ولمصادر الجيش السوري أيضا ما قيل. طبعا تناقلت الجهات الأمنية وأيضا المعابر الرسمية اللبنانية والسورية على الحدود، تناقلت أخبار وروايات تشابه المرة الماضية عن إصابة أشخاص من عرسان وبقائهم داخل الحدود وعدم تمكن أحد من نقل الجرحى أثناء الاشتباك الذي دام حتى ساعات الصباح الأول اليوم، ورافق ذلك تحليق للمروحيات السورية، تحليق للطيران المروحي السوري بشكل كثيف لتنشيط المنطقة من أي عمليات خردقة. أيضا قيل أنه بالتزامن مع كل هذا الموضوع حاولت مجموعة مسلحة أن تتسلل عبر وادي بعيون، وهو وادي كبير أيضا يقع جغرافيا بين عرسال ومشاريع القاع ويتاخم المنطقة، منطقة جوسي ومنطقة النزارية السوريتين أيضا. كل هذه الخروقات الأمنية خلال ساعات الفجر الأولى ما بين 12 من منتصف الليل والفجر صاحبها استنفار للجيش السوري ورد باتجاه الأراضي اللبنانية. نحن تواصلنا مع الفعالية الرسمية الوحيدة التي تصرح باسم عرسال وهي رئيس بلدية عرسال علي الحجيري، طبعا نفى هذه المرة، نفى مثلما نفى في المرات الماضية أن يكون لعرسال أي دور في هذا الموضوع، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه منذ الأسبوع الماضي تحول التصريح بعدما كانت عرسال تنفي أن يكون هناك أي حالة مسلحة قريبة منها. في المرة الماضية أقر لنا وقال لنا رئيس البلدية أن هناك ثوار حاولوا السيطرة على المعابر. على ما يبدو بالأمس لم تكن محاولة للسيطرة على المعابر، ولكن مع الحسم السوري المتصاعد جدا ونوعيا في جوسي حاول حلفاء المعارضة السورية وربما معارضة سورية موجودة وربما جهات مسلحة ما أن يشغل المراكز السورية عبر مهاجمة 7 مراكز أمنية سورية من بعيون إلى معبر الجورة بالتزامن، ولكن حصل الرد بطريقة نوعية. حتى الساعة لم نتبين من المصادر الرسمية، لم تعلن أي من المصادر الرسمية عن عدد جرحى أو قتلى، إضافة إلى ذلك لم تفتح المعابر الإنسانية لكي يتم نقل الجرحى كما جرى في السابق طيلة العام الماضي من جرحى الجيش الحر من داخل جوسي. حتى الساعة لا أرقام ولا تفاصيل سوى أن ما حصل هو نصرة لجوسي حاول حلفائها مهاجمة السوريين. نعم. شكرا جزيلا لك غادي فرانسيس مباشرة من مشاريع القاع الحدودية مع سوريا. على كل حال سنبقى في تواصل مباشر معك في حال ورود أي جديد من هذه المنطقة التي تشيرين إلى أنها لا تزال مشتعلة حتى الساعة بأصوات القذائف والمعارك. سنكون في تواصل مباشر معك في حال ورود أي جديد، كما أنه سيكون هناك عرض لكل هذه التفاصيل في نشرة الظهيرة مباشرة من مشاريع القاع. شكرا. أستاذ واصف، في موضوع الحدود اللبنانية السورية سجل بالأمس تحرك دبلوماسي، يعني كان هناك استدعى رئيس الجمهورية وزير الخارجية طلب منه إرسال رسالة استنكار لسوريا لخرق هذه الحدود، وضعها وزير الخارجية بالأمس في مجلس الوزراء في إطار رسالة تضمنت إشارات إلى الخروقات وتمني بعدم تكرارها. كانت الخارجية السورية استبقت هذا الموضوع برسالة إلى لبنان تستعرض فيه كل الخروقات. وصلنا لمرحلة بيقول السفير السوري أنه اللي قدمه لبنان هو نقل وتبادل المعلومات ليس أكثر. لا يعني الرئيس كان واضح، ما أعلن الرئيس سليمان بوضوح
يعني انه بشكل احتجاج، طلب نقل احتجاج رسمي على كذا كذا. يعني موقف الرئيس مفهوم وهو في اطار موقعه الوسطي ولمحاوله يعني ارضاء كل فرقاء الساحه، موقف الرئيس صار معروف. ولكن الراي القائل بانه مهما حصل اي رصاصة سورية تنزل على الأراضي اللبنانية هي عدوان على الأراضي اللبنانية، من دون أن نعرف هذا الموقف ما له أسبابه. مثل ما قلت لك، أنا بعتقد أنه مش بحاجة الجيش السوري أو النظام السوري بوضعه الحالي أن يفتح جبهات جديدة. يعني مثل ما قالت غادي هلأ برسالتها امبارح، منين كان الهجوم على المواقع السورية؟ اي بحسب ما تقول الجيش معلومات السوري، الجيش السوري عم بيهاجم قرية سورية يصطفل منه للمعارضة. منين كان الهجوم؟ كان من الأراضي اللبنانية على 7 مراكز أمنية سورية، هذا بحسب المعلومات. طب بحسب إحدى الروايات اللي نعم. اللي وردت لازم. طب وين بده يرد؟ إنه إذا بده يرد الجيش السوري على هالهجوم هذا، بيقصف حما، بيضرب اللاذقية، بده يرد على المسلحين. هذا الشيء الطبيعي. لك بصراحة أنا ليست مهمتي لا دافع عن النظام السوري ولا بدي دافع عن النظام السوري، عنده أخطاءه، عنده كل ما يمكن أن يقال بالشيء اسمه، ولكن أنا أريد أن أقف أمام مسألة جدية جدا. نحن في لبنان لعبنا ونلعب بالنار، وهذه النار بدأت تحرق أصابعنا من يوم اللي سمحنا. من يوم اللي سمحنا مين سمح؟ الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية في قرار من الدولة؟ ما الدولة نائت بنفسها. ما بعرف الدولة نائت بنفسها يا أخي. الفريق اللي سمح للمعارضة السورية أنه تنطلق من لبنان لمهاجمة الأراضي السورية كما لو أن مقاومة ضد إسرائيل، هو الذي لعب بالنار ويلعب بالنار. هذا اللعب بالنار بدأ يحرق أصابعنا. الحوار أو الجدال الدبلوماسي اللي حاصل بين لبنان وسوريا هو محاولة لملمة للأمور. رئيس الجمهورية أخذ موقفه، السفير السوري رد عليه، مع أنه في جدال قانوني هلأ أنه ما بحق لرئيس الجمهورية هم بدي أسأل اليوم فموقف بيأخذوا مجلس الوزراء. السلطة التنفيذية هذا التحرك دبلوماسي. نعم. طب بالأمس وزير الخارجية عرض على مجلس الوزراء ما التحرك الذي قام به. ما أخذ قرار مجلس الوزراء بشيء، يعني بمعنى أنه ما كان ضد منطق وزير الخارجية بهالموضوع هيدا. واليوم السفير السوري عم بيحاول كمان يخفف من يعني الطرفين عم بيحاولوا يخففوا، لأنه في التزامات بموجب الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا لازالت قائمة، وعلى الطرفين الالتزام فيها، وفي هنالك بنود واضحة جدا بالاتفاقيات اللبنانية السورية. كل ما يضير أحد البلدين على الدولة في البلدين أن تقوم تعالج هذا تعالجه. والأحرى بنا مثل ما قلت أنه ما ننشر الجيش على الحدود لأنه ما حيضبط الوضع هذا. الأحرى بنا نعالج المشكلة الداخلية اللي عنا. نعم أنا مع استقبال كل سوري لاجئ في لبنان، يجب أن نرد الجميل لهؤلاء الشرفاء للسوريين اللي حضنونا بمثل هالأيام، اللي كنا 250 ألف لبناني موجودين قاعدين ببيوت السوريين. علينا أن نرد الجميل لهم، لهؤلاء الكرماء الشرفاء الطيبين. لا يجب أنا يعني مثل ما عم نسمع أنه الإيجارات غليت مرتين وثلاثة، هيدا عيب على اللبنانيين أن يمارسوا هذه المسألة بحق أخواننا السوريين أيا كانوا، سواء كانوا من موالين النظام أو موالي المعارضة. اللاجئ إلى لبنان يجب أن يعامل بكرامة مطلقة. صحيح أن قدرات الدولة اللبنانية منا قدرات كاملة لاستيعاب هذه الكمية من اللاجئين، ولكن نحن اللبنانيين علينا أن نحضنهم في بيوتنا في قلوبنا مثل ما هني قاموا معنا وما قصروا أبدا. لا النظام ولا الشعب السوري قصر معنا مثل هالأيام قبل 6 سنوات بحرب تموز. فمن المعيب جدا أن نتعاطى مع اللاجئين السوريين كسواح، من المعيب جدا. بالموضوع الداخلي السوري اليوم، سوريا البعض يرى في المعارك على الأرض أنها خرجت من إطار الميداني لتصبح معارك سياسية.
البعض يراها صراع روسي أمريكاني، البعض يراها صراع تركي إيراني. في الواقع على الأرض هناك حديث عن معارضة وموالاة. حكيت حضرتك أنه كل مين اليوم عنده شوية إرهابيين عم بيكبوا في سوريا لا يخلص من النظام ويخلص منهم سوا. اليوم سوريا إلى أين؟ للأسف الشديد ليس هنالك في الأفق، ليس هنالك في الأفق أي تصور إلى ما هو الوضع السوري ذاهب إليه. يعني الأسبوع الماضي غير هذا الأسبوع. الواضح جدا أنه بعد انفجار مكتب الأمن بدمشق ومقتل 4 من كبار أركان النظام، هنالك قرار سوري بضرب كل أوكار المعارضة السورية أيا كانت هذه المعارضة المسلحة طبعا. ومثل ما يعني عرفنا أنه المعركة دمشق تقريبا شبه انتهت، اليوم المعركة بحلب إلى من امبارح، وهنالك حملة عسكرية للنظام يقوم بها النظام السوري طبعا لن تؤدي إلى إنهاء الوضع. واهم من يعتقد أنه الحل العسكري ممكن أن يكون حل جذري أو نهائي لهذه الأزمة اليوم تقول. لذلك المعركة الآن في سوريا هي كر وفر، وبتصوري بتصوري أنه المعركة طويلة وطويلة جدا، وتستغرق يعني اللي عم يحكي بشهر وبشهرين وسنة ما بعرف، أنا شايف الأمور رايحة ممكن تروح لسنوات. اليوم تقول معشات النهار حلب المعركة الحاسمة بين النظام والمعارضة. هل من الممكن أن يؤثر الحسم العسكري لحلب على الواقع على الأرض؟ هو كان في تصور وفي كلام قبل شهرين أنه مع بداية رمضان ستجري معركة إما للسيطرة على دمشق أو للسيطرة على حلب. إذا سقطت إحدى هاتين المدينتين كبريين فيمكن للمعارضة أن يكون لها موطئ قدم وملاذ آمن ومحمي، ساعتها ممكن حدا يتدخل أنه مثل ما صار بليبيا ببني غازي، يعني خلق ثغرة. بس اليوم كان في محاولة بحماس وكان في محاولة بحماس. لا لا لا، الشام وحلب هني الأساس، هني عاصمتي الدولة اللي فيهم نص الشعب السوري، وبالتالي السياسي والاقتصاد وإلى آخره. هذا الكلام كان قبل شهرين، وفعلا كانت المعلومات صادقة. بدأت معركة دمشق الأسبوع الماضي مع أوائل شهر قبل يعني بداية شهر رمضان. صار اللي صار بدمشق، كان يعني التصور أنه خلال ساعات يمكن السيطرة على دمشق، ولكن هذه المعلومات كانت موجودة عند النظام السوري وكان محضر حاله، فعمل الهجوم المضاد. كان محضر حاله؟ نعم، كان محضر حاله وراح 4 من قياداته. لا محضر حاله مش لمعركة دمشق. لمعركة دمشق. إذا بدنا نحكي على ضربة الأمن القومي. ضربة الأمن القومي لك، خليني أقول لك شغلة. الشيء الأكيد الأكيد إنه هؤلاء 4 قتلوا. كل ما هو خارج هذا الخبر بدك تحط علامة استفهام عليه. لحد هلا لم يفهم كيف أحد قتلوا. كيف قتلوا؟ ما هو سؤالي كيف قتلوا؟ كله هيدا بدك تحط علامة استفهام عليه. كيف انقتلوا وليش ومين وكيف تمت العملية؟ كله ما. وأنا من قتلهم؟ أنا أعتقد نظام الأمن السوري ما حيسمح لك تفهم لو بعد 10 سنين. ليه؟ كيف؟ ما بعرف. هيك لأنه تركيبة النظام الأمن السوري هيك. ما بتفهم ليش شو اللي صار. الأكيد مثل ما عم أقول لك إنه هول ماتوا. لأنه أعلن أنه ماتوا. بس اعتدنا في المرحلة الأخيرة وتحديدا مع عمليات التفجير والقتل اللي كانت عم تصير بسوريا والتي كانت تتبناها المعارضة السورية، الجيش السوري الحر، كان دايما النظام يسارع عبر وسائل إعلامه لاستعراض كل الواقع على الأرض، واقع ميدان الدمار. حتى الجدد خليني أقول لك شغلي، في فرق ما يطلع انفجار بكفر سوسة ويقتل 20 واحد وينزل النظام يصوره ويقول لك الإرهابيين شو عم يعملوا، وفرق ما يكون في هذا الخرق الخطير داخل النظام. أنا ما فيك بالتحليل ما فيك تقول إنه في خرق للنظام، في خرق. هيد هولي 4 من كبار أركان النظام. يعني ما حصل والله إنه إجت المعارضة السورية حطت لهم عبوة وكذا، وهذا كلام يعني ما بدك تشوف مين اللي ورا القصة. كيف ومن في في, في, في,
في اجهزه، في قصه كبيره. كيف ومن؟ كيف ومن؟ هذا السؤال، هو السؤال، وهنا ما في جوابك عليه. مش انا ما في جوابك عليه، ما حدا عنده جواب، ما حدا عنده جواب عليه. النقطة اللي كنا عم نحكي فيها اللي هي انه ما بعد هذه العملية كان النظام يتحضر لمعركة الشام، قدر حسم بحسب ما يقول هو النظام انه معركة الشام حسمت، والان حلب في طريقها الى الحسم. بعد كل هذا الحسم شو فاضل لينتهي الموضوع؟ فاضل توافق سياسي ام ماذا؟ ما حينتهي الموضوع، ما بينتهي الموضوع، بده حل سياسي، بده تسوية. من يمكن سياسي ان يدير هذه التسوية السياسية؟ يا اخي من يمكن ان يدير اتفاق امريكي روسي ايراني تركي؟ لا ايراني، التركي شو بدك بالتركي؟ انا برايي الايرانيين اساسيين بهذا الموضوع، ايران روسيا امريكا. لانه في بدك، لا بدك تعمل في قراءه بهذا الموضوع استاذ واصف، تقول انه الاساسيان في هذا الاتفاق هم الامريكيون والروس، صح، والطرف الطرفين الثانويين هم الايراني والتركي. على شو في يمون التركي دخلك؟ الايراني في يمون بالمحبه على سوريا، صح، يقدم النظام بعد التنازلات. تركيا مين في يمون؟ يمون على المعارضة اليوم. من يمون على المعارضة السورية؟ بعتقد الأمريكان بمونوا أكثر. أكثر. يعني الموضوع يعني اتفاق روسي أمريكي. صح. إيران. الأتراك اليوم أنا برأيي دور أصبح سنوي في الأزمة السورية. صحيح عم بيسهلوا على الحدود وكذا إلى آخره، ولكن دور السياسي دور سنوي. كان ممكن يكون لهم دور أهم من هيك لو بقيوا على توافق مع النظام السوري الى 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 حد ما. انا بتقديري الامريكي هو يعني اللي بمون اكثر شيء على المعارضه السوريه. يعني اي معارضه، خلينا نكون واضحين، بتقلي المجلس الوطني السوري ايه معارضه، بس هل المعارضه التي يقودها المجلس الوطني السوري هي التي تقود المعركه في سوريا؟ سألتك أنا هذا السؤال وقلت لي أنه الكل عم بحارب سوريا. أنا أستبعد ذلك، أستبعد ذلك. أنا أجل المعارضة السورية هذه المهذبة المرتبة اللي عايشة بباريس وبلندن وكذا، أنه تتصرف ما تتصرف به بعض الفئات المسلحة في سوريا. يعني في طب هذه معلومات مالك يعني عن مذابح طائفيه صار، صحيح، بس صحيح. اليوم كمان انا بجل برهان غليون انه يمارس هيك ممارسات. لذلك المعارضه السوريه اللي الظاهره لا تمون على الوضع الداخلي في سوريا. بعد عندي اقل من دقيقه بدي جاوب سريع. هذه الانشقاقات ماذا يمكن ان تؤثر على النظام؟ شفنا سفير سوريا في بغداد بالامس او بالاحرى قبل 48 ساعه القائمه بالاعمال في قبرص، والسفير السوري في الامارات. فيما بعد اليوم هلا منذ حوالي 20 دقيقه صدر بيان عن وزاره الخارجيه السوريه يقول انه من اعلن انشقاقه في الامارات هو مرته بقبرص. مش بس هيك، حتى عم بيقولوا انه هو لم يكن سفير، يعني لك ومرته موظفه دبلوماسيه. بالتالي هلا بالنهايه بالمحصله هذه الانشقاقات ماذا يمكن ان تؤثر اضافه الى منافطلاس؟ خلينا نكون واضحين، حتى الان النظام السوري ما زال متماسكا جيشا ودبلوماسيه واداره بنسبه 95%. نعم. وكل هذا ما يحصل، إذا بدك شو اسمه، قارن بين ما حصل في ليبيا وبين ما يحصل بسوريا على الصعيد. 24 ساعة سقطت الدبلوماسية الليبية يوم. سقطت كلها، يعني بمعنى 50 سفير مع بعضهم أعلنوا التبت، ولكن ما يحصل في سوريا. يعني حتى مناف طلاس اليوم، أنا لا أريد أن أسيء إلى أحد، ولكن يعني مناف طلاس 30 35 40 سنة هو بي يستفيدوا من هذا النظام، ما بعرف ليش رفعوا عقيرتهم اليوم. يعني ما سؤال إلى مناف طلاس. سؤال لمناف طلاس. على كل حال في خبر عاجل بس بدي اقراه قبل ما نختم الحلقه. رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يؤكد حق تركيا في ملاحقه المتمردين الاكراد في سوريا في حال الضروره. يبدو انه صار في علامه استفهام ايضا على الواقع الكردي في الحدود التركيه. يعني في وراء كثير بعده النظام السوري في قادر يلعب فيها. على كل حال استخدم كل اوراق، بعد ما استخدم كل وصل لك الى الازمه وما استخدم اوراقه. ايه بعده ما النظام السوري لحد هلا مش مقتنع انه هو بازمه يعني. نحن لهون بينتهي وقت حلقتنا استاذ واصف عواضة. انا بدي اتشكر حضورك معنا، اهلا وسهلا فيك، دائما ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطه، وعلى امل اللقاء القريب بك في حلقات مقبله من برنامج الحدث. مشاهدينا الموعد بيتجدد غدا 10:30 صباحا بتوقيت العاصمه بيروت. حتى ذلك الحين الى اللقاء.